هنكمل موضوع ال variable data ال variable data types and constant. كنا وصلنا للمثال اللي احنا اتكلمنا فيه على كنا اخر حاجة اتكلمنا فيها المحاضرة اللي فاتت عن ال object variable، وقلنا ان هو بيخزن ال location store the location of that grouping constant with enum type اللي هي enumerated data type. يعني مثلا على سبيل المثال نكتب public enumerated states type دي ده ال enumerate دي كي وورد ودي كي وورد ده اسم ال constant، وهعرفه بقى هقول rejected 0 more info 1 approved 2 completed 3 هو end enumerated. هستخدمه ازاي ده؟ هستخدمه في برنامج مكتوب ليه، نتفرج على النسخة اللي هي النسخة دي. السبروتين ده اسمه get status type dimension dim result as integer result input box، هيطلع لي input box هيتخزن الناتج بتاعه في result، هيقول لي enter number from 0 to 3 اللي هي ال status type. هدخل انا هسأل بقى اذا كانت الستاتس تايب دي بتساوي نقطة مور انف، يعني خلاص بقى يعني انا بتكلم عن المتغير اللي اسمه ستاتس تايب دوت مور انف ده كأنه موجود معايا ليه. انا هنا عندي المتغير او الكونستانت اسمه ستاتس تايب، لو حطيت نقطة دوت ريجكتد يبقى بزيرو، دوت مور انفو يبقى بواحد، دوت approved هي دي بقى الايه الكونستانت اللي عرفتها بانيوميريتد تايب. فلما باجي اتعامل مع الستاتس تايب دوت ريجكتد يبقى دي معناها ريجكتد دي يعني كام؟ يعني زيرو. اسال بقى اذا كان ريجكتد او هنا مور انف زين بليز مسج بوكس تطلع بليز provide more detail on separate form وهكذا. يبقى else if result status type dot rejected then لو rejected هيطلع الرسالة دي please type please apply again next year، يعني سجل نفسك السنة الجاية وهكذا. ادي الجملة لحد الاخر، ما كانش اي حاجة من الاختيارات دي، يبقى انا قدرت استخدم بدل ما انا بستخدم واحد واثنين وتلاتة وزيرو وحاجات ملهاش معنى، او بدل ما انا هعمل لهم استخدمهم بقى از سترينج وتبقى قصة ويستهلكوا الميموري على الفاضي، ما دول ثوابت. انا ممكن الانيميريتد داتا تايب دي تمثل لي ايه؟ هنا بيمثلوا لي حالة الابليكيشن الستيتس تايب بتاعت واحد مقدم في وظيفة، ممكن يمثلوا لي ايام الاسبوع ابدأ بواحد اتنين تلاتة سبت حد اتنين تلاتة كده، ممكن يمثلوا لي الشهور حاجات كونستنت بس ايه ليهم علاقة بستخدمهم كتير في البرنامج. لو بعمل برنامج بستخدم فيه الشهور وبستخدم فيه مثلا ايام الاسبوع وهكذا، يبقى هي ليها استخدام جامد جدا زي ما شفنا، بحيث يبقى البرنامج في الاخر اللي انا بقراه ده برنامج ريدابل. تعال نشوف البرنامج اللي احنا عاملينه وشغال ازاي. لو انا شغلت هو هنا ما في هنا دي الفانكشن يعني sub get status قالك else if result status then مش مكتوب هنا طيب هنا الحاجة يعني كانت كان انا اساسا اوقف البرنامج كنت ماسح حاجة وانا بجرب دوت ايه بقى، مجرد ادوس دوت كده هيطلع لي approved complete more info rejected، بقيت خلاص متعرفة حتى الكمبيلر عرف في النوع ده وبقى يتفاعل معاه. هقول approved مثلا، اخترت approved هيحصل كذا. طب هي المفروض تبقى ايه؟ نشوف البرنامج نفسه completed، تعال نغيرها نخليها completed. dot completed واسجل واشغل البرنامج بتاعي. هدوس على الزرار بعد ما شغلت الفورم بتاعتي enumerated status type،
هدخل صفر هيطلع لي، هيعرف بقى بالسلكت او بالاف ستيتمنت او بالسلكت كيز بليز ابلاي اجين نيكست يير. طب هدخل واحد هيقول لي بليز بروفايد مور ديتيل اون سيبريت فورم. 3 2 ثانك يو فور ابلاينج ابروفد. 3 كومبليتد. لو دخلت اي رقم تاني 4 مش هيقول لي تراي اجين، دخلت رقم غلط. يعني هنا البرنامج كان فيه تعديل، يعني احنا عملنا فيه تعديل هنا ان هو يعني اظهر في حالات اكتر من اللي مكتوب في الباوربوينت، ان هو لو دخلنا اي حاجة تاني غير الارقام دي اللي احنا متفقين عليها من 0 ل 3 يكتب لي تراي ايه اجين ويخرج من الايه من السبروتين. لما جيت اعرف الانوميريتد داتا تايب دي اهي بابليك انوميريتد، كل بقى كلمة بابليك دي يعني كل البروجكت بتاع المايكروسوفت هيشوفها، كل الفورمز والموديولز هتعامل بيها خلاص بابليك حاجة عامة. دي الاكسس موديفاير اللي هنتكلم عليها برضك النهاردة. واند انيوميريت بعرفهم كده بالطريقة بالسينتكس اللي مكتوبة قدامنا دي، 0 1 2 3 كل حاجة انا واكتب. لو انا عايز اكتب حاجات تانية زي ما قلنا ممكن اعرف ايام الاسبوع ساندي مندي زي كده، ونكتب برضك زي ما احنا عايزين. ممكن نكتب الشهور يناير فبراير مارس ابريل وابدا اكتب 1 2 3 ودي تعتبر كونستانت وانيميريتد ايه داتا تايب، واديها الاسم اللي انا عايزه كده. بكده نبقى احنا خدنا مثال على الانيميريتد داتا تايب اللي هو المثال اللي بيورينا استخدام الكونستانت في نوع جديد من الداتا اللي هي user defined اللي هي enumerated data A type، والكمبايلر بيعرف يتعامل معها زي ما شفنا. اما جينا نكتب dot completed ظهر لي الليستة دي اللي انا هختار منها. اما ايه بقى حكاية الاكسس موديفاير؟ الاكسس موديفاير ان انا ممكن الاقي public global public private static زي ما شفنا قبل كده، هم دول الاكسس موديفاير. ممكن كمان السكوب، انا عندي الفورم البروجكت بتاعنا ده في فورم وفي موديول واحد مثلا، وانا جوه الموديول هنا دي حاجات مكتوبه جوه الموديول اللي هو موديول واحد ده، فيها جلوبال فيها برايفت، اوبريتور ده نوع برايفت بس مكتوب في الموديول، فممكن هو مكتوب في الموديول فهيبقى ليه سكوب معين وبيتشاف في حتة معينة على مستوى الموديول. كل الفانكشنز اللي في كل البروسيدير والفانكشن اللي موجودين فيه دي هيشوفوه طالما هو فوقيهم كده برايفت. ده اسمه اللايف السكوب بتاعه. اما هو مش هينتهي من جوه الموديول ده الا اذا خرجنا في حاجة بقى عالية خالص اللي هو البروجكت ككل. لكن الموديول ده على فكرة هو مرتبط بمين؟ مرتبط بكل الداتابيز نفسها، يعني على مستوى الداتابيز نفسها اهو الموديول موجود على مستوى الداتابيز، لكن الفورم دي الاكواد اللي موجوده فيه على مستوى الاكسس ايه كلاس اوبجكت، لكن الموديول ده على مستوى كل خارج من الداتابيز نفسها. فحسب بقى انا كاتب جواه ايه، لو هو برايفت يبقى هو مرتبط بالموديول ده بس، لو هو بابليك زي او جلوبال كده جلوبال دي يبقى هو مرتبط بكل الداتابيز بيأثر في كل الداتابيز. ودي ده المشروع نفسه لما حطينا فيه 2 موديول وواحد كلاس. طب ازاي اعمل موديول وكلاس وحاجات زي كده؟ على طول ببساطه شديده اقول له على طول وانا في الكرييت اقول له موديول، فتح لي موديول اهو. وبعدين برضك نفس الكلام اقدر على طول، يعني ممكن هنا في الانسيرت دي انسيرت بروسيدير يسالني بقى انت عايز سب ولا فانكشن ولا بروبرتي ولا بابليك ولا برايفت. all local variable is static، يعني في كمان حاجة اسمها as statics. statics يعني ايه؟ هنعرف يعني ايه statics دلوقتي. يعني شفت بقى حكاية الانواع دي دولت اللي اسمهم access modifier اللي احنا هنتكلم عنهم دلوقتي. في نفس الوقت ان انا ممكن في insert module اضيف module تاني، ممكن في الانسيرت اضيف كلاس موديول تاني اهو الكلاس موديول الاتنين اللي اتضاف ده. فهي دي الحاجات دي احنا ان شاء الله واحنا شغالين في الاجزاء الباقيه من الفي بي اي هنتعرف وهنكتب موديولز وهنعمل كلاسز وهنبدا نشوف بقى واحنا شغالين
الاكسس موديفاير اللي هي كلمه برايفت امتى استخدمها، كلمه بابليك امتى استخدمها، وهكذا. زي الكلام ده، زي كلمه جلوبال امتى استخدمها. لكن احنا في فريند، في فريند فانكشن، زي ما في برايفت فانكشن وفي بابليك فانكشن، في حاجه اسمها فريند فانكشن. ايه حكايه فريند فانكشن دي؟ هنعرف دلوقتي تعريف ليهم كلهم. الاول في بعض الشاشات كده متجمعين الاوبشن اكسبليست اللي احنا اتكلمنا عنها معناها ايه مكتوبة، هتوقف وتقرا. احنا قلناها ده كملخص ليك يعني لو انت عايز تقرا الحاجات دي. وبرضك اوبشن كومبير داتابيز، وقف الشاشه واقرا الكلام ده، دي معلومات عن عن الامر ده بدل ما تقعد تبحث يعني. في بقى احنا قلنا في برايفت وفي بابليك وفي جلوبال، دول بستخدمهم الثلاثه للمتغيرات، للمتغيرات. هنعرف السكوب بتاع كل واحد فيهم دلوقتي. برضك ده كلام بالعربي تقراه كده تبص فيه، مدى استخدام المتغير وعمره اللي هي اللايف تايم اند سكوب، الكلام اللي احنا كنا بنتكلمه من حبه، ملخص كده صغير ليه باللغه العربيه. المتغيرات على مستوى الموديول ايه قصتها، برضك هم نفس الانواع بتوعنا اللي احنا اتكلم. متغيرات على مستوى الاجراء، في متغيرات على مستوى الموديل ومتغيرات على مستوى الاجراء، وفي حاجه اسمها البرايفت والاستاتيك والبابليك. برضك ايه الفروق بينهم هما الثلاثه؟ لو وقفت الفيديو وبصيت في القصه دي، لان الكلام ده هنقوله كله في باختصار كده من خلال رسمه. ايه الفرق بين بين الاستاتيك وبين اللوكال فاريبل؟ المتغير المحلي يفقد قيمته عند الخروج من البرنامج، الساكن يحتفظ بقيمته. هنعرف يعني ايه دلوقتي. الفي بي اي اكسس موديفاير اللي هم هم دول بقى خلاصه الموضوع، في بابليك وبرايفت وجلوبال وفريند. دي الاكسس موديفاير، دول بيعملوا ليميتس للاكسس تو ذا اليمنت such as methods and variables. يعني دول بيعملوا الحدود لتاثير الاليمنت. الاليمنت ده زي ايه؟ زي الميثود اللي هي الفانكشن والبروسيدير وكمان المتغير. يعني بيحددوا النطاق اللي بيأثر فيه، النطاق واللايف تايم بتاعه. البابليك، البابليك ده اليمنت كان بي اكسس فروم كود اني وير ان ذا سيم بروجكت اند فروم اذر بروجكت ذات ريفرنس تو ذا بروجكت. يعني كلمه، لما اكتب كلمه بابليك قبل، هو دي الخلاصه بقى، لما اكتب كلمة public قبل function او procedure او متغير، بيبقى اثر في كل المشروع، ودي متغيرات بتفضل دايما لكل المشروع. اما لو كتبت كلمة private ده بيعتبر في بيأثر على المكان اللي هو فيه، الموديول لو هو جوه موديول، في الكلاس لو هو جوه كلاس، او الستراكشر او البروسيدير اللي هو فيه. اما global زيها زي public، بس الفرق بينهم ان global ما بتقدرش تأثر على الأوبجكت والموديول والكلاس، بتأثر على الفاريبل بس، بكتبها قدام الفاريبل بس. يعني جلوبال زيها زي بابليك، بس جلوبال بتتكتب على المتغيرات بس مش الميثودز. أما الفريند، الفريند دي كان بي أكسس أونلي الكود ده within the same project، في نفس البروجكت. كان أونلي بي يوزد إن أوبجكت وموديول أند كلاس بس، تستخدم في الأوبجكت والموديول والكلاس في سيم بروجكت. طب هنا برضك الرسمه الجميله دي بتبين لي ان البروجكت ليفل ده اهو، البروجكت ليفل لما اكتب كلمه بابليك مثلا لحاجه معينه، اهو متغير متعرف على انه بابليك، ده البروجكت بيأثر في كل البروجكت. انا عندي هنا موديول 1، الكود بتاع موديول 1 ده، وده موديول 2 في الفيجوال بيزك بروجكت اللي هو بوك. فاما باجي اعرف حاجه بابليك بتاثر على كل الموديولز الموجوده في الفيجوال بيزك او في الفيجوال في بي اي. اما اكتب ديم هنا تحتيها واكتب حاجه از سترينج، ده بيأثر على الموديولز بس، الموديول ده اللي هو جواه بس، لكن ما يأثرش على الموديول التاني ده. لما اجي اكتب ديم جوه سبروتين زي كده، بيأثر في الليفل بتاع البروسيدير بس، ده اسمه السكوب بتاع الفاريبل. ودوره بينتهي هنا، يعني المتغير ده دوره انتهى هنا، ملوش دور هنا وملوش دور هنا في المنطقه دي. لكن لما بكتب بابليك قدام حاجه بيأثر في كله. وطبعا الكلام ده مهم جدا انه بقى في دماغنا، ولكن مش لازم ان احنا ناخد امثله عليه كتير، لان احنا ده بقى في يعني حاجه لازم تبان في مشروع متكامل.
هنقول يا جماعة احنا اتعرفنا على الاكسس موديفاير وتعرفنا على الفاريبل لايف تايم والسكوب بتاعه وعرفنا الكي وورد اللي بنستخدمها سواء كانت بابليك او ديم او ستاتيك. طب ايه حكاية ستاتيك؟ ستاتيك زي ديم، بس الفرق بين ستاتيك لو انا كتبت على متغير، ستاتيك بيحتفظ بقيمته لحد ما يرجع البروسيدير ده تاني، بيحتفظ بالقيمة اللي المتغير كان ليها. لكن هنا في لما بكتب ديم مش ستاتيك يعني، بأول ما يخش البروسيدير واستدعيه تاني بيتصفر الايه المتغير ده. لكن لما يكون كلمة ستاتيك مكتوبة بيحتفظ بالقيمة، وما ارجع تاني الاقي اخر قيمة ليه كانت موجودة برغم ان هو لوكال فاريبل. ده الفرق يعني. ويعني هو ما واخد الذاكرة ومحتفظ بيها، فبيستهلك ذاكرة، بضطر في حالات معينة ان انا هحتاج كده. لكن انا الفاريبل والكلام ده موجود طبعا في الصفحات العربي اللي احنا اتكلمنا عليها. يبقى ده تقريبا بكده بالملف ده كده، بالملف ده كده يبقى احنا خلصنا الداتا تايب كلها، وعرفنا يعني ايه اكسس موديفاير، وعرفنا الكلمات اللي احنا بنستخدمها دايما زي بابليك وجلوبال وديم وبرايفت وستاتيك. فخلاص بقى الموضوع في دماغنا دلوقتي، يعني في دماغنا ان احنا واحنا بنعمل اي حاجه خاصه بالبروجكتس دي هنبقى ما نشوف كلام زي كده، هنرجع نعمل فلاش باك كده ونفتكر ان بابليك دي ليها السكوب بتاعها ايه، ونفتكر الرسمه دي امتى نستخدم بابليك، ولو الحاجه متعرفه جوه بروسيدير يبقى التاثير بتاعها ايه، ولو متعرفه جوه موديول يبقى بتاثر على كل البروسيديرز جوه الموديل، لو الموديول لو مكتوب قبلها بابليك بتاثر على كل الموديولز، وهكذا. اشكركم، لو عندك سؤال اكتبه تحت الفيديو. اشكركم، سلام.